خلينا نعرف الجديد فيما يتعلق بحالة الطقس والتوقعات الجوية من خلال انضمام دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم وأستاذة سارة وكل السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تغيرات جوية كبيرة بنشهدها منذ يوم الأمس، لو حضرتك تقول لنا مشكورة النهاردة الطقس متوقعين يكون عامل إزاي وإلى أي مدى هتستمر هذه الظواهر الجوية اللي احنا بنشوفها من رياح شديدة، من عواصف، من سقوط للأمطار، من انخفاض حتى في درجات الحرارة. هو احنا طبعا بالفعل شهدنا بالأمس ذروة حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، أمطار كانت متفاوتة الشدة من محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أيضا نشاط الرياح كان مثير للرمال والأسبة وأدى لاضطراب شديد في حركة الفلاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وطبعا انخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية لكن بشدة أقل عن الأمس، لأن بالأمس كان ذروة التقلبات الجوية، اليوم المنخفض الجوي اللي بيأثر علينا هيبدأ يتجه باتجاه المناطق الشرقية بشكل كبير وبلاد الشام، فتأثير الأمطار هيبقى محصور على المناطق الشرقية بشكل كبير، ومتوقع اليوم أمطار ما بين المتوسطة ممكن تكون غزيرة أحيانا على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الشرقية دمياط بورسعيد رفح العريش، وطبعا الطبيعة الجغرافية في شمال وسط سيناء ممكن تؤدي تشكل بعض السيول، كمان فرص الأمطار في المنطقة الغربية هتقل عن الأمس وتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية محافظات شمال الواجهة البحري، تمتد الأمطار للمناطق الداخلية بكميات أقل أيضا وتكون أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة والخفيفة على المناطق الداخلية جنوب الواجهة البحري، وقد تصل فرص خفيفة الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، يمكن شفنا ده خلال الساعات الماضية أمطار خفيفة في بعض المناطق من الدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى. بالنسبة لسرعات الرياح هي هتعتدل عن أمس، يعني النهارده سرعات الرياح هتقل عن أمس وهتبقى موجودة بشكل كبير على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب سيناء، وده بدوره هيؤدي لنشاط الرياح على السواحل إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، مازال البحر المتوسط ارتفاع الأمواج فيه ما بين 3 إلى 4 متر وغير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أيضا البحر الأحمر اليوم هيكون معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج عليه ما بين 2 إلى 3 متر، فنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الأحمر. بالنسبة لدرجات الحرارة في استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة فترة النهار وأيضا فترات الليل، عظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية في أجواء لطيفة فترة النهار مائلة للبرودة فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، يمكن إن شاء الله مع فترة المساء يكون في تحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، فرص الأمطار هتقل تدريجي مع فترات المساء وتنحصر بس في المناطق الساحلية وتكون أمطار خفيفة، ومع غدا الثلاثاء إن شاء الله يكون في استقرار تام في الأحوال الجوية وتحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وتعود الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة من غدا إن شاء الله واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهيستمر معنا كمان انخفاض قيم درجات الحرارة خاصة فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، عشان كده هننصح كل السادة المواطنين بالضبط يا دكتور، عايزين ننصحهم فعلا ان هم ما يخففوش لبسهم، ياخدوا بالهم برضو ان الجو لسه درجات الحراره منخفضه، هتستقر من يوم الثلاث بس برضو هتفضل لسه درجات الحراره منخفضه، خلاص احنا اقتربنا من فصل الشتاء. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.